وللمزيد مشاهدينا حول رصد الوضع الإنساني في القطاع ينضم إلينا من قطاع غزة السيد أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية. أستاذ أمجد، يعني بعد التحية، كيف ترى الوضع الإنساني في القطاع حتى الساعة؟ يعني كل لحظة تمر تشتد حلقات الكارثة الإنسانية التي يعيشها أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة. نعم. في ظل القصف الإسرائيلي المتواصل والمكثف على مدار الوقت، يستهدف العمارات السكنية ومقومات البنى التحتية في قطاع غزة، حتى العمارات السكنية تهدم على رؤوس ساكنيها، وهناك كما ذكر الدفاع المدني تقريبا 1100 جثمان لم تنتشل جثامينهم ارتهاد الجثامين بعد. نعم. بالإضافة إلى ذلك طبعا الأوضاع القطاع الصحي في قطاع غزة، التي يعلم الجميع أن أصلا حتى قبل هذا العدوان الإسرائيلي كان هناك واقع صحي صعب جدا. نعم. في ظل الحصار الإسرائيلي ومنع إدخال نعم. المستلزمات والمهمات الطبية. اليوم نعم. وزارة الصحة أعلنت خروج 5 من المستشفيات عن الخدمة بسبب نفاذ الأدوية والمهمات الطبية، وأيضا الوقود نعم. لتشغيل مولدات الكهرباء. وموضوع الكهرباء هو تصريح طبعا خطير جدا يعني الذي تمثل من مختلف وزارة الخدمات الصحة الفلسطينية. وقطاع التيار سيد أمجد، الكهربائي. نعم ألو، نعم أنا أسمعك. هو أنا يعني كنت بقول إن هو تصريح غاية في الخطورة من قبل وزارة الصحة الفلسطينية، خروج نعم 5 من المستشفيات خارج نطاق الخدمة. نعم يعني كنا نعم نرى بالفعل الآن هذه المشاهد من قطاع غزة، الظلام تامس بلا كهرباء. السؤال هنا، يعني أعتقد من الصعوبة بمكان للمنظمات الأهلية مثل منظمات شبكة منظمات الأهلية الفلسطينية أن تحاول يعني تقديم يد المساعدة للعالقين الفلسطينيين، ضحايا من الأطفال والنساء والشيوخ. شكرا على هذا السؤال. وبالفعل يعني انت تتحدث حسب احصائيات الامم المتحده ان هناك 1,000,000 على الاقل نزحوا من منازلهم الى مراكز الايواء، هي عباره عن مدارس طبعا. نعم. فضت عشرات الالاف من النازحين سواء في مدينه غزه وشمالها، من تبقوا في غزه وشمالها، او في المناطق الجنوبيه التي طبعا الاحتلال الاسرائيلي هدد المواطنين بضرورة مغادرة غزة والشمال إلى الجنوب. واليوم طبعا هناك حالة إنسانية غير مسبوقة بمعنى الكلمة، في ظل انقطاع الكهرباء وخدمات المياه وخدمات مختلف الخدمات الموجودة. وطبعا نحن نتحدث عن مياه الشرب. نعم. اليوم تحذيرات الأمم المتحدة أنه المياه، طبعا محطات التحلية لا تعمل بشكل في ظل انقطاع التيار الكهربائي وعدم وجود وقود لتشغيل المولدات، فبالتالي المياه بات وضعها صعب جدا. بالإضافة إلى ذلك حتى الخبز، المخارج التي تعمل بالمولدات باتت مهددة، وهناك طوابير بالآلاف كل يوم على المخارج بكميات قليلة. هذا طبعا ونحن نتحدث أكثر من 11 يوم، أوضاع إنسانية تهدد الأطفال أولا. نعم. وتهدد النساء في ظل للأسف عدم دخول المساعدات حتى اللحظة، وعدم وجود ممرات آمنة سواء للعمل الإغاثة. يعني نحن كشبكة منظمات أهلية لدينا مؤسسات أعضاء في مختلف أنحاء قطاع غزة، هناك صعوبة للوصول للمستفيدين، وهناك أيضا قلة في الإمكانيات. لا يوجد بالأسواق ما يمكن تزويده، ولكن نحن نعمل قصارى جهدنا من أجل الوصول أولا للجرحى في بيوتهم أو في مراكز الإيواء لتقديم خدماتهم، خدمات العلاجية ما بعد الإصابة، وكذلك برامج رعاية النساء. ويعني هناك نساء تمت ولادتهم في مراكز الإيواء وأوضاعهم جدا صعبة سواء هم وأطفالهم. نعم. فتم تقديم خدمات طبية وصحية لهم، بالإضافة لبرامج الدعم النفسي في مراكز الإيواء للأطفال بشكل خاص الذين تلقوا هذه الصدمات النفسية الصعبة جدا. نعم. وهم يفترشون الهواء، يفترشون الأرض والهواء الآن في ظل في المساحات مفتوحة والقصف مستمر على الرؤوس والمجازر مستمرة. فأيضا عدم وجود أي شكل من أشكال الحماية من المدنيين الفلسطينيين حتى أثناء خروجهم من مدينة غزة وشمالها وأثناء تحركاتهم، هذا طبعا يهدد بزيادة عدد الشهداء والقتلى. وهناك الكثير من القصص المأساوية التي ربما سمعتم عنها، ولكن يعني لا كلمات لا نعم توصف مدى بالتأكيد صعوبة طبعا الأوضاع. يعني المقاطع أنا موجود الآن في شقة بها 7 عائلات مع بعض. نعم.
نعم. يعني الأوضاع جدا كارثية وجدا، والهدف والموضوع الأساسي اليوم هو فشل المجتمع الدولي حتى الآن في الضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لوقف العدوان وفتح هذه الممرات الإنسانية وتحمل الجهات الإنسانية في الأمم المتحدة مسؤولياتها واللجنة الدولية للصليب الأحمر حتى تستطيع أن تعمل بمساعدة من هم موجودين في مراكز اللواء أو في لدى الأسر المستضيفة في مختلف أنحاء قطاع غزة، ووقف هذه المجازر بشكل تام. استاذ امجد، يعني انا يعني اعلم ان التواصل يعني به من الصعوبه من مكان، نظرا لي يعني ان خدمه الكهرباء والانترنت يعني مقطوعه، يعني هل هناك تواصل ما بينكم ما بين المنظمات الاهليه الفلسطينيه في الداخل الفلسطيني تحديدا في قطاع غزه ومع المنظمات الدوليه، تحدثنا عن الهلال الاحمر، الصليب الاحمر، او المنظمات التابعة للأمم المتحدة وفي مقدماتها الأونروا؟ يعني نحن نتصل مع كل الجهات سواء الدولية أو الفلسطينية من أجل أن يكون هناك تحركات لصعيد إغاثة من يحتاج المساعدات وتقديم المساعدات، ولكن للأسف الشديد في ظل إغلاق دولة الاحتلال الإسرائيلي ومنع إدخال إمدادات الغذاء والدواء والكهرباء إلى قطاع غزة وأيضا الوقود، هذا طبعا يقيد من عمل المؤسسات، وكذلك ما يقيد عملها أكثر هو عدم وجود حماية للأفراد الإغاثة، وهذا طبعا شيء خطير جدا وانتهاك فاضح لكل المواثيق والمعاهدات الدولية. الاحتلال الإسرائيلي واجبه كقوة احتلال، وأيضا هناك اتفاقيات تنظم عمل هذه المنظمات الدولية والإغاثية في وقت الحروب بالسماح لها بالعمل والحركة بدون أي تهديد، ونحن اتصال مع الهلال الأحمر الفلسطيني الذي تعرض لأكثر من مرة سيارات الإسعاف التابعة له للاستهداف من قبل قوات الاحتلال واستشهد عدد من أفراده، وأيضا هناك نقص حاد في الإمكانيات بما يهدد عمل كافة هذه المنظمات وبخاصة الهلال الأحمر الفلسطيني الذي يقوم بدور مهم في إسعاف الجرحى وتقديم الخدمات. ولا يمكن أن أنسى الآن وهذه اللحظات طبعا المرضى المزمنين من فشل كلوي، من مرض السرطان، من غيرهم من أمراض المزمنة الذين يحتاجون للعلاج، وهناك من هو مرتبط بأجهزة كهربائية كأجهزة التنفس وغيرها، وفي ظل هذه الظروف لا يمكن توفير أي خدمات لهم، وهناك من قضى شهيدا في ظل هذه الظروف الصعبة، وهناك أطفال خدج يحتاجون أن يكون مرتبطين بالأجهزة الكهربائية، وللأسف هناك تهديد على حياتهم. الأمر بات يمس حياة الإنسان في قطاع غزة، ونحن نتحدث عن نكبة جديدة يمر بها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة. فالتدخل السريع والعاجل من كل الأطراف مهم وبالغ الأهمية. نعم سيد أمجد، يعني تدعي أو يدعي جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يقوم باستهداف الكيانات أو المؤسسات والمنظمات الأهلية سواء الفلسطينية أو حتى الدولية، بداعي أنها تتخذ من قبل مسلحين يعني بين قوسين فلسطينيين. السؤال هنا، هل هناك آلية حالية يمكن بها إيصال الوضع في فلسطين فيما له صلة بالمجتمع الدولي، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك آلة إعلامية معادية تقوم بإيصال الوضع في فلسطين من منظور آخر؟ يعني شوف، ما تقوله جدا مهم، وهذا مطلوب الآن كل الجهات العالمية العربية والفلسطينية والدولية أن تعمل باتجاه فضح هذه الانتهاكات الإسرائيلية. هناك رواية حقيقية على الأرض، ويحاول الاحتلال طبعا يزور هذه الرواية ويحاول أن يروج أنه هو الضحية في وقت أنه يرتكب المجازر بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، يمنع حتى أبسط إمدادات الغذاء والدواء عن أبناء شعبنا الفلسطيني، وهذه طبعا جرائم ضد الإنسانية، وهي جرائم ترتقي إلى مستوى جرائم الإبادة التي ترتكب في القرن 21 في سابقة. يعني وللأسف الشديد هناك بعض الجهات الدولية التي من خلال صمتها أو من خلال تصريحاتها تدعم هذا الاحتلال في ارتكاب المزيد من هذه الجرائم. المطلوب اليوم من المجتمع الدولي أن يخرج عن صمته وأن يقوم بدوره
في أولا باحترام مسؤولياته في إطار القانون الدولي للضغط على دولة الاحتلال لوقف هذه الجرائم، وأيضا إعمال المحاسبة وتحقيق العدالة لشعبنا الفلسطيني. نعم، يعني أنا أعتقد سيد أمجد أن إيصال ما يحدث في الأراضي الفلسطينية تحديدا في قطاع غزة من انتهاكات شبه يعني يومية، وهذه الانتهاكات يعني خارقة كافة المواثيق، كافة الأعراف الدولية وأبسط القواعد الإنسانية، أعتقد أنها يعني لها تأثير كبير. تابعنا اليوم استقالة أو الاستقالة الثانية لبعض المسؤولين في الإدارة الأمريكية اعتراضا منهم على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، واعتراضا منهم على الطريقة التي تنتهجها الإدارة الأمريكية في التعامل مع هذا الوضع الإنساني يعني المفجع. يعني أولا الاحتلال الإسرائيلي فرض إغلاق تام على قطاع غزة ومنع دخول المراسلين الدوليين وعمال الإغاثة. ثانيا من خلال قطع الكهرباء طبعا أثر على الإنترنت، وأيضا جاء الهاتف يعني بصعوبة، تكاد المكالمات تخرج من قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي حاول التغطية على هذه الجرائم من خلال هذا الحصار ومن خلال هذا التعتيم، ومنع دخول حقيقية من أرض الواقع. ثالثا ما قام به المسؤولين استقالة هو تعبير حقيقي عن حقيقة ما الأراضي الفلسطينية، وأيضا حقيقة الموقف الأمريكي الذي تجاوز كل الأبعاد في دعم دولة الاحتلال الإسرائيلي وانحيازها، حتى مجزرة المستشفى الأهلي العربي في غزة، والتي شهد الجميع حتى ما فيهم الاحتلال الإسرائيلي بالعملية. الرئيس الأمريكي حاول تبرئة دولة الاحتلال من هذه العملية والتغطية، أيضا هناك بعض وسائل الإعلام في أمريكا وغيرها حاول أن يغطي على هذه الجرائم، حتى استخدام صور الفلسطينيين الضحايا كأنهم إسرائيليين. هناك طبعا ماكينة إعلامية تعمل، وهنا نتمنى على مشطاء الإعلام الاجتماعي في عالمنا العربي أن يعملوا باتجاه تظهير بكل اللغات تظهير الحقيقة، ونحن نطالب أكثر من الحقيقة وتحقيق العدالة فيما يتعلق بأبناء شعبنا الفلسطيني الذي يدفع ثمنا باهظا جراء اعتداءات الاحتلال وجراء أيضا الصمت الدولي باتجاه هذه الجرائم. وهنا طبعا نقدر الدور المصري الذي يقوم بدور كبير سواء على الصعيد التواصل مع كل جهات العالم والضغط من أجل وقف العدوان وتسيير المساعدات وفتح الممرات، وأيضا العمل باتجاه تظهير الحالة على حقيقتها وحشد التضامن مع شعبنا الفلسطيني. نعم، كيف تابعتم سيد أمجد تصريحات أنتوني جوهتيرش في ما لا وصل بالوضع الإنساني في قطاع غزة؟ يعني تصريحات السيد جوهتيرش يعني بدأت تتحسن في ونأمل أن يكون أن يتلو هذه التصريحات أفعال حقيقية. بصفته رأس الأمم المتحدة عليه أن يقوم بدور أكبر في ظل العدد المتزايدة من المدنيين الذين يسقطون جراء العدوان الإسرائيلي وجراء انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وعليه أن يقوم بدور أكبر من أجل ضمان احترام دولة الاحتلال الإسرائيلي لمسؤولياتها وفق القانون الدولي وقانون الدولي الإنساني والاتفاقات الدولية المختلفة، حتى نضمن سلامة المدنيين وحمايتهم، وأيضا ممرات إنسانية لتوفير المساعدات لهم على كافة الأوجه. الأمم المتحدة مسؤولة عن الكثير من وكالة الأمم المتحدة التي للأسف عطلت من أعمالها في ظل التهديدات الإسرائيلية وعدم توفر المساعدات في قطاع غزة والمواد المختلفة لقيامها بدورها. نعم سيد أمجد، هل هناك أي خطة لتوثيق كافة الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية على القطاع فيما له صلة ب يعني أيضا محاولة إيصال هذه الانتهاكات إلى محكمة العدل الدولية بعد انتهاء يعني هذه الأزمة؟ سيد أمجد، يبدو أننا قد
يعني فقدنا الاتصال بسيد أمجد الشوى مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية.